نعم، ما بين آخر رسالة وهذه الرسالة حصلت غارة، وتحديدا في العمق الذي نحن كنا نتحدث ونشير إليه، ما بين ماسة يحفوفة جنطة. أنا شاهدنا بأم العين أيضا وبالكاميرا، هي تبعد عنا حوالي 20 كيلومتر. الدخان تصاعد من تلك المنطقة، لم نحدد البقعة بالذات، لذلك سنذهب إلى القول ما بين جنطة ماسة ويحفوفة. حصلت أول غارة، الغارة الثانية ثم الغارة الثالثة، أما الغارة الرابعة فكانت باتجاه سهل علي النهري، يعني على كتف بلدة رعيد في البقاع الشرقي، فنزولا ما بين الرياق وأيضا حارة الفكاني. الغارة التي حصلت هنا وعلى بعد 2 كيلومتر من البقعة التي نحن الآن نتمركز بها، هي حددت ما بين أمل والتويتي. أمل والتويتي هما بقعتان جغرافيتان تتبعان إداريا إلى مدينة زحلة، ولكن يسكنهم عدد كبير من العائلات من حزرتا. المعلومات الآن تحدثت عن أن سيارات الإسعاف بدأت بنقل عدد من المصابين باتجاه مستشفى الشتورة في العمق بالقرب من هذه المنطقة. أيضا سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر هي في عملية الذهاب وإياب على طول هذا الطريق. الغارات أيضا ذهبت إلى العمق أكثر، هذه سيارات الإسعاف أيضا تتنقل من هذه الزاوية باتجاه بيروت، وهي تنقل الجرحى من هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى أن الغارات تعمقت باتجاه طريق بعلبك الدولي، وتحديدا في آخر ساعة في النبي عثمان، بعدما كان هنالك العشرات من الغارات حتى ساعة الفجر. إذن لبنان في مرمى النيران الإسرائيلية، كما نتابع معك محمود، حيث يعني القوات الإسرائيلية تستهدف العمق اللبناني في كل الاتجاهات. أيضا كما ذكرت هناك سيارات الإسعاف التي تهرع لإجلاء الجرحى، وهي سيارات تابعة للصليب الأحمر. نعم هذا، نعم محمود. جيزيل دعيني أقول إلى أنني كنت في 2006 في التغطيات، وتحديدا هنا في البقاع مع بقاع الغربي وصولا إلى منطقة جزين. الصورة هي ذاتها، الأهداف التي قصفها الإسرائيلي هي بنفس الأهداف التي قصفها بال 2006، عملية النزوع، عملية الناس، سيارات الإسعاف، عملية الطرقات، ما عدا إلى أن الطرقات حتى هذه الساعة، وبفارق أن عدد الضحايا أكبر بكثير عما كان عليه في العام 2006 لغاية الآن، ولم يعني يتم إحصاء كل الضحايا لغاية اللحظة. نعم، المفارقة إلى أن أي هدف يتم استهدافه وليس هو بحد ذاته، بمعنى إلى أن البناية تسقط، حول هذه البناية كل الشوارع المؤدية إليها، السيارات التي بالقرب منها تحترق، الأحياء بكاملها سويت مع الأرض، أبنية سكنية سويت، مصانع، معامل، أراضي مفتوحة، هنالك مفارقة بعملية. وبالتالي هل هذا الاستهداف كيف يمكن تصنيفه؟ هو ليس استهداف عسكري، وإنما هو استهداف يطال أيضا المدنيين. المدنيين هو من حيث الأرقام نتحدث، نعم، عن عدد المئات من المصابين والضحايا، نتحدث عن المئات في صفوف الأطفال، وعن، نعم، المئات أيضا بصفوف النسوة اللواتي، نعم، لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد، إن كان بالعمل السياسي حتى يكون لهم علاقة بالعمل الحربي. وأيضا، نعم، هنالك قرى كما أشرت الآن في هذه البلدة الكسروانية، هنالك قرى في البقاع ذات دلالات معينة، يعني لا أريد أن أذهب إلى التوصيف لها، نعم، كبلدة، نعم، بدنيل بالأمس قصف طبيب هو وزوجته داخل البلدة، في جلالة أهالي البيت هي، كان هناك تركيز بالأمس على منطقة جلالة. نعم، كان التركيز بالأمس على منطقة جلالة، هي بناية مؤلفة من 4 طوابق. الجيب التي قصفت هي لمدرسة جامعية وصلت إلى المبنى ثم خرجت من السيارة فكانت الغارة، وكل الذي كان يسكن في المبنى عبارة من 5 إلى 6 نسوة وطلاب جامعات. كان هذا السؤال محط، نعم، تفصيلي على مستوى الشرح الداخلي بالصالونات، وكان الجواب إلى أن الجانب الإسرائيلي يحاول أن يقوم بعملية دفع على مستوى النزوح، بمعنى إحداث نوع من الهلع والتوتر على مستوى البنية الاجتماعية برمتها على المستوى اللبناني، وهذا ما يحدث فعليا يعني. نعم محمود،
أيضا وفقا للإعلام الإسرائيلي هناك 3 إصابات في القصف الصاروخي على صفد، وأيضا الجيش الإسرائيلي يصد 40 صاروخا أطلق من لبنان. نعم، بالعودة إلى النزوح أيضا دفع حركة النزوح تفضل اتجاه سوريا. نعم، النزوح على 4 عناوين، على 3 إلى 4 عناوين. النزوح كما تشاهد، نحن نقف على منطقة هي مطلة على البقاع، هنالك النزوح داخلي من بلدات إلى بلدات، بمعنى إلى أن البلدة التي تستهدف أهلها لا يقومون بتركها في الغارة الأولى أو الغارة الثانية، ولكن عندما تكون هدف مستمر كبلدة سرعين، كدورس، كطليا، كأيضا النبي الشيت، الآن نتحدث عن جنطة ماسا. نعم، دعنا ننوه بهذا العاجل. إذا هناك إلقاء مناشير محمود في منطقة الكحيلة في الجبل على طريق بيروت دمشق، تمهل السكان ساعتين للإخلاء. إذا إلقاء مناشير في منطقة الكحيلة في الجبل على طريق بيروت دمشق، تمهل السكان لمدة ساعتين بالإخلاء. وحتى هذه القوات الإسرائيلية تقوم بالقصف قبل مضي الساعتين كما تابعنا يعني في يعني الأيام الأخيرة. إذا المزيد من النزوح الداخلي، نحن على الطريق الأساسية. نعم، مزيد من النزوح الداخلي، نحن على الطريق الرئيسية التي تمتد إلى الكحالة، لأن هذه هي الطريق الدولية التي نقف عليها. هي كان هنالك كما نشاهد الآن في هذه السيارات. نعم، التي تأتي، نذهب إلى هذا البكاء. نعم، نحن نتابع معك بالصورة محمود، إلى تشاهدي بالصورة كيف الفان، كيف الركاب. نعم، كيف أيضا الناس وضبت أغراضها وراء فوق هذه الفانات وفوق، وكما تشاهدين أيضا. نعم، العائلات، يعني حركة السيارات، أن الزوج الزوجة. هذه هي الطريق الأساسية التي تربط. نعم، بيروت باتجاه شتورة، ومن شتورة هنا هذه السيارة أيضا لعائلة. تشاهدين كيف السيارة برمتها. نعم، أكثر من 8 9 10 داخل 6 7 في لا السيارة. لا شك أن هناك حالة من الهلع لدى المواطنين، لا يدرون أين يتجهون. فكل لبنان، كل لبنان اليوم يعني يتعرض للقصف على مختلف جهاته. نعم، هذه هي مشكلة بالنزوح. كنت أشهرت معك بالقول إلى أن النزوح هو على عدة رفضات، نزوح داخلي. نعم، من بقاع إلى البقاع، نزوح من جنوب الضاحية إلى البقاع، نزوح. نعم، لبناني من هنا باتجاه العاصمة السورية دمشق. سنتابع كيف حركة النزوح وأيضا حركة السيارات التي ستكون. نعم، خلال الساعات القادمة. إذن مشاهدينا كما نتابع هذا يعني العاجل، إلقاء مناشير في منطقة الكحيلة في الجبل على طريق بيروت دمشق، تمهل السكان ساعتين من الوقت من أجل الإخلاء. يعني أين يتوجه، أين سيتوجه كل هؤلاء النازحين محمود؟ يعني لبنان هو بلد صغير ومكتظ، خاصة مع وجود أيضا يعني النازحين من سوريا. هنالك إذا ذهبنا بالتسليم بقضية المناشير الآن في الكحالة، لا أعلم كيف ستكون في الساعات القادمة، لأن هذه البلدة هي على الوسط الأساسي لطريق المواصلات الدولية. نعم، سنتأكد أو سنذهب في الساعات القادمة. نعم، لنرى كيف ستكون. نعم، محمود، الصورة، بالإضافة أيضا كيف ستكون صورة منطقة البقاع من حيث. نعم، الغارات. نعم محمود، يعني نرجو أن تتخذوا كل حيطة وحذر من أجل سلامتكم. يعني نتمنى السلامة لجميع مراسلينا في كافة أنحاء لبنان.